بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة سنة أولى ثانوي جذع مشترك علوم تجريبية، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات. المشتركين والغير المشتركين اللي جاوا زارونا اليوم، مرحبا بكم جميعا إلى قناتكم للرياضيات. إذا اليوم جبت لكم درس على الهندسة المستوية، نبدأها بالرباعيات، يعني هي كل الأشكال الهندسية ذات الأربعة أبعاد أو ذات الأطوال الأربع. إذا نحن نبدأها لكم بمتوازي الأضلاع. فقط قبل ما نبدأ في الدرس هذا تاع متوازي الأضلاع، سبقت وحطيت فيديو يعني فعلا رائع تفصيلي على كل ما تعرفه وما لا تعرفه على متوازي الأضلاع. إن شاء الله راح نحطه لكم رابط الفيديو أسفل الفيديو هذا اللي يحب يتعمق في المتوازي الأضلاع. إذا حمدها لكم بتعريف بسيط. إذا متى نقول عن رباعي ABCD أنه متوازي الأضلاع؟ إذا كان كل ضلعين متقابلين متوازيين. هنا في هذه الحالة عندي، انتبهوا، عندي ABCD متوازي الأضلاع. إذا أين هما الضلعين المتقابلين؟ نلاحظ أن الضلعين المتقابلين هما AB و DC، والضلع AD و BC. إذن كل ضلعين متقابلين متوازيين، هذه أول كتعريف. ثم ندخل في خواص متوازي الأضلاع. إذن مش تقول الخواص؟ إذن كل ضلعين متقابلين لمتوازي الأضلاع متوازيان، قلناها في التعريف، ولكن حنضيف لها معلومة أخرى أنهما متساويين. إذن في هذه الحالة عندي AB يوازي دي سي ويساويه، يعني في الطول. إذا الطول AB يساوي دي سي، وحامل الضلع AD يوازي حامل الضلع دي سي، وفي آن واحد طول القطعة المستقيمة AD تساوي BC. هذه الخاصية الأولى تاع متوازي الأضلاع. الخاصية الثانية تتعلق بالقطرين. نلاحظ أن في متوازي الأضلاع إنهما القطرين هما AC و BD أو DB، نفس الشيء. إذن قطري متوازي الأضلاع ينصف كل منهما الآخر، يعني O إذا سميتها منتصف AC هي O ومنتصف BD هي O، فإن O هي منتصف AC ومنتصف BD فقط. تسمى هذه النقطة، يعني لاحظوا معي، يعني OD يعني هذه القطعة رمزها برمز آخر تساوي هذه القطعة، وهذه القطعة طبعا ندير لها ثلاث شلطات هنا ثلاثة تساوي هذه القطعة. ثم ولكن AC لا يعامد BC، وتسمى هذه النقطة اللي هي منتصف القطرين تسمى مركز تناظر المتوازي الأضلاع. أما فيما يخص الزوايا فإن كل زاويتين متقابلتين متساويتين، يعني الزاوية A تساوي الزاوية C، كل زاويتين متقابلتين متساويتين، والزاوية B تساوي الزاوية D. هناك أشياء أخرى اللي يحب يتعمق أكثر وأكثر، قلت يعود للفيديو اللي راح ندير لكم الرابط تاعه. ثم وش عندي؟ هذا فيما يخص متوازي الأضلاع. كل هذه الخواص راح تستعملوها في البراهين الهندسية. ننتقل على بركة الله إلى الشكل الثاني وهو المعين. إذا متى نقول عن رباعي دائما ABCD أنه معين؟ إذا نقول عن الرباعي ABCD أنه معين إذا كان الرباعي ABCD هذا أولا راح يكون الشرط الأول متوازي الأضلاع، ثم يحقق الشرط الثاني أضلاعه متقايسة. إذا رسمت لكم معين ABCD حيث أضلاعه كلها متقايسة. ما معنى أضلاعه كلها متقايسة؟ AD تساوي AB وتساوي BC وتساوي CD. الآن راح ندخل في خواص المعين. قبل ما ندخل في خواص المعين نلاحظ أن حسب التعريف قلنا أن المعين هو متوازي الأضلاع. إذا كل الخواص اللي شفناها في متوازي الأضلاع راح تنطبق على المعين. إذا أول خاصية للمعين هو أن كل ضلعين متتاليين متقايسين.
إذا مثلا في هذه الحالة الأولى، يعني الخاصية الأولى، قلنا أن كل ضلعين متتاليين متساويان. يعني لاحظوا معي، مثلا الضلع دي سي يليها الضلع AD، إذا دي سي يساوي AD، أو نقول بي سي يساوي AB. إذا هنا كيف نستعمل هذه الخاصية في إيجاد أنه معين؟ مثلا إذا لقيت أن الرباعي تاعكم متوازي الأضلاع، ولقيت أن ضلعين متتاليين متقايسين، هنا راح تستلزموا مباشرة أنه معين. ثم الخاصية الثانية يقول قطري المعين، يعني أقطار المعين. لاحظوا معي، رسمت لكم معين A B C D. إذا الأقطار تاعو اللي هي A C و B D كيف تكون؟ راح تكون متناصفة. كاين بعض اللي ما يفهموش ما معنى متناصفة. متناصفة معناتها لهم نفس المنتصف، لا يعني ذلك أنها متقايسة، لا. في المعين الأقطار متعامدة، يعني AC يعامد، يعني هنا متعامدة نكتب AC، المستقيم AC يعامد BD، هذه هي ما معناتها متعامدة. متناصفة لهم نفس المنتصف، لا يعني ذلك أنها متقايسة. متقايسة معناتها دي او يساوي او بي ويساوي او ا ويساوي او سي. هنا لا، هي متناصفة فقط، يعني لها نفس المنتصف، لا يعني ذلك أنها. لاحظت أن درت هنا شلطة وهنا واحد، هنا واحد، هنا التشفير مختلف. إذا انتبهوا لهذه الملاحظة. ثم الخاصية الثالثة تقول كل ضلعين متقابلين متوازيين. لماذا؟ هذه جات ومتساويين أيضا، وجات هذه ممكن نزيد لها متساويين. وهذه الخاصية طبعا جاءت من خواص متوازي الأضلاع. ثم الخاصية الرابعة قلت كل زاويتين متقابلتين متقايستين، نفس الشيء مثل المتوازي الأضلاع. إذا الزاوية A تساوي الزاوية C، والزاوية B ندير لها تشفير آخر على الزاوية D. لا يعني أن الزاوية B تساوي الزاوية A تساوي الزاوية D تساوي C، لا، كل زاويتين متقابلتين متساويتين. هذا فيما يخص المعين. ننتقل على بركة الله إلى الرباعي الثالث. إذا ركزوا معايا، الرباعي الثالث هو المستطيل. ملاحظة أيضا، درت فيديو خاص على المستطيل، أيضا كل ما تعرفه وما لا تعرفه على المستطيل، يعني عمقت في المستطيل. اللي يحب يولي ليه راح أضع أيضا رابط الفيديو تاع المستطيل، اللي يحب يتعمق أكثر وأكثر ويكون معلومات له أكثر في هذا المستطيل. إذا المستطيل هو متوازي الأضلاع إحدى زواياه قائمة، يعني يكفي أن تبرهن في أي حالة. يعني كي يقول ممكن يطلب منك سؤال برهن أن الرباعي مستطيل، كيف تبرهن؟ أولا لازم يكون متوازي الأضلاع، فقط واحد زاوية، فقط زاوية فقط قائمة راح يكون بالتالي مستطيل. ثم نفس الشيء قلنا أنه متوازي الأضلاع، إذا المستطيل له جميع خواص متوازي الأضلاع، إذا مع إضافات أخرى للمستطيل. إذا أولا قلنا أنه له خواص متوازي الأضلاع اللي شفناها من قبل، ثم راح نزيد أشياء أخرى، أن زواياه كلها الأربعة قائمة، يعني الزاوية A تساوي الزاوية B تساوي الزاوية C تساوي الزاوية D وهي 90 درجة. في هذه الحالة، في حالة المستطيل، هنا AB اللي يكون أكبر من BC، هذا AB، الطول AB يساوي يسمى طول المستطيل، أما BC اللي هو أصغر من AB يسمى عرض المستطيل. أما بالنسبة للأقطار فإن أقطار المستطيل متناصفة متقايسة. لاحظت هنا دخلت متقايسة، هنا في هذه الحالة O ينصف BD وينصف AC، ولكن لاحظت أن OD يساوي OA يساوي OC يساوي OB. إذن هناك فرق، نقول متناصفة ونزيد لها متقايسة. متقايسة يعني كل الأضلاع هذه راهي متقايسة، OC يساوي OA يساوي OB يساوي OD. إذن فهنا كيف راح نستعمل لإيجاد مستطيل في البراهين الهندسية؟ إذا برهننا فقط أن
الرباعي متوازي الأضلاع وأقطاره متناصفة متقايسة، راح يكفي أن نقول أن هذا الشكل أو الرباعي مستطيل، أو نبرهن أن الرباعي متوازي الأضلاع مع فقط زاوية. مثلا في بعض الأحيان يطلب منكم مثلا مثلث، يطلب منكم إيجاده أنه قائم، ثم بعد ذلك نوع الرباعي تلقوه متوازي الأضلاع. إذا مثلث قائم الزاوية مع متوازي الأضلاع راح يخرج لكم الرباعي مستطيل. هذا فيما يخص المستطيل. أما المربع، دخلوا في المربع. المربع أيضا هو أيضا دائما متوازي الأضلاع، كل أضلاعه متساوية وكل زواياه قائمة. ونلاحظ فقط ملاحظة أن المربع هو حالة خاصة من المستطيل. لماذا حالة خاصة؟ لأن المربع هنا بعد ما قلنا أن الطول والعرض، في هذه الحالة الطول هنا يساوي العرض، يعني الأطوال كلها متقايسة. إذا المربع هو حالة خاصة من المستطيل. الآن هندخل في خواص المربع. كما قلنا من قبل أن بما أن المربع متوازي الأضلاع فإن له كل خواص متوازي الأضلاع. أول خاصية نزيدولها، كل الأضلاع متساوية في المربع. ثم الخاصية الثانية على الأقطار، قطري المربع AC وBD متناصفان متقايسان، الشرط الثالث متعامدان. إذا متعامدان متناصفان متقايسان، قلنا أن في المستطيل متناصفان ومتقايسان. الشيء الذي يزيد على المستطيل أنهما متعامدان. الخاصية الثالثة تقول زوايا المربع كلها قائمة. هذا طبعا من التعريف، كل هذه الزوايا تاع المربع راهي 90 درجة. إذا أتمنى فقط أن يكون واضح للجميع. جيب لكم مثال تطبيقي بسيط راح نطبق فيه على كيفية البرهان على أن الرباعي متوازي الأضلاع. انتبهوا معايا. إذا إليكم تمرين تطبيقي يقول ABC مثلث وE منتصف AC. إذا نرسم مثلث كيفي ABC حيث E منتصف AC. إذا أولا حنبدأ بإنشاء E منتصف AC. إذا وش راح ندير؟ سواء باستعمال المدور أو فقط المسطرة، نحسب الطول AC. AC هو 4 سنتيمتر، ثم راح نعين النقطة E اللي هي منتصف تقع على 2 سنتيمتر من A. إذا هذه النقطة E. ثم إذا نكتب E، هذه النقطة هي E. ثم نتابع، يقول السؤال أنشئ النقطة D نظيرة النقطة B بالنسبة لي. أنشئ النقطة D نظيرة B بالنسبة لي. باش ننشأ نظيرة D، نظيرة B بالنسبة لي لتسمى D، واش راح ندير؟ راح أصل هذا المستقيم تاع BE، راح أمدده باش ننشأ عليه النقطة D. لاحظوا معايا هكذا، أولا لأن النقطة دي تاعي تقع على المستقيم ب. ثم واش راح ندير؟ باستعمال المدور راح نحسب ندير طول القطعة ب اي، ثم على اي راح أنشئ النقطة دي. إذا القوس راح يتقاطع من مع المستقيم اللي سبقته ودرته. إذا النقطة دي تاعي تقع هنا مع التقاطع القوس مع المستقيم هذا. ثم يقول السؤال وش يقول؟ هذا بالنسبة للإنشاء نقطة دي. طبعا قبل ما نكمل في الإنشاء ما لازمش ننسى التشفير، التشفير لأنه يساعدنا كثيرا في السؤال الثاني. قلنا أن إي هو منصف AC، إذا ندير خط هنا خط هنا باش نبين أن AE تساوي EC، هذا أول شيء. ثم أن D هي نظيرة B بالنسبة لي E. وش عندي أيضا؟ عندي طول القطعة المستقيمة BE تساوي ED. إذا ضروري جدا التشفير في الإنشاء الهندسي. ثم يقول السؤال ما نوع الرباعي ABCD؟ إذا وش راح ندير؟
راح أصل بين A, B, C و D. انتبهوا معي. إذا مش راح ندير، أولا راح أصل بين A و D هكذا، لاحظوا معي A و D باش يكون لي الرباعي، ثم أصل بين D و C هكذا. ثم يقول السؤال هكذا، ثم وش يقول السؤال؟ ما نوع هذا الرباعي؟ إذا وش عندي؟ راح نطبق خواص المتوازي الأطراف. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ هنا أن إي هي منتصف أسي، وإي أيضا منتصف بي دي، وأسي وبي دي هي أقطار الرباعي أبي سي دي. إذا حسب خواص اللي درسناها على متوازي الأضلاع، نلاحظ أن القطرين متناصفين، وبالتالي ABCD هو متوازي الأضلاع. أتمنى فقط أن يكون واضح. نكتب لكم الإجابة. إذا كتبت لكم إجابة، إذا لازم عليكم تكتبوا دائما المعطيات. إي منتصف AC، يعني ما معنى ذلك؟ معناتها أن EC يساوي AC، ودي نظيرة النقطة B بالنسبة للنقطة E، يعني أن E منتصف BD. يعني ذلك كي نجمع العلاقتين، يعني AE و EC، AE يساوي EC و BE يساوي ED، واش نتحصل؟ نتحصل أن E منتصف القطران AC و BD، وبالتالي حسب خواص متوازي الأضلاع فإن ABCD متوازي الأضلاع. أتمنى فقط أن يكون الدرس واضح للجميع. في الأخير ما علي إلا أن أقول لكم عطلة سعيدة للجميع. فقط أتمنى أنها تكون عطلة فرصة لاغتناء، لازم عليكم تغتنموا الفرصة لمراجعة كل الفصل الثاني. إذا بالتوفيق للجميع، اللي جاب علامات جيدة ومعدلات جيدة أتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، اللي ما جابش ما يفشلش. العزيمة والعزيمة والإصرار على النجاح. تعودوا الفصل الثاني كامل والفصل الأول كامل باش تنطلقوا الفصل الثالث إن شاء الله بكل أمان. إذا بالتوفيق للجميع، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.